الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: لتسكنوا إليها صدق الله العلي العظيم. الشباب عندما يسألون عن سبب أو أسباب تأخير زواجهم، البعض منهم يلقي اللوم على النساء، يقول البعض منهم أن الفتيات الصالحات للزواج أصبحنا قلة، لا يتحملن المسؤولية الملقاة عليهن، مشكلة الحجاب، مشكلة الثرثرة، مطالب وطلبات البنات اليوم أصبحت عالية، صعبة، مكلفة، متعبة. وأمثال ذلك. البنت الصالحة التي تصلح للزواج بها أصبحت نادرة أو قليلة. هذا الكلام الذي يقوله بعض الشباب لا أنكره،
ولكن هناك نقاط. النقطة الأولى، أنت كشاب قلل من مطالبك، قلل من توقعاتك من المرأة، ستجد أن الفتيات الصالحات للزواج بكثرة بل كثيرة جدا. تذكر أنك لست مثل أمير المؤمنين، فلا تتوقع أن تكون زوجتك مثل الصديقة الكبرى صلوات الله عليهما وآلهما. أنت شاب مؤمن عادي، أخلاقك بدرجة عادية، زوجتك مثلك. بهذه الأخلاق العادية التي تمتلكها أنت، تتوقع أن تكون زوجتك قمة في الأخلاق؟ توقعك، مطالبك أنت كشاب أكثر من حجمك. من أنت؟ لا بأس أن الإنسان أحيانا يقف أمام المرآة، لا المرآة الظاهرية، المرآة التي تكشف ما في داخلنا. أنا أعرف نفسي، غيري لعله لا يعرفني، أنا أعرف من أنا. أنا بهذا الوضع أتوقع أن تكون زوجتي من؟ زوجتي مثلي. أنت تخطأ في اليوم، في كل يوم 50 مرة، زوجتك أيضا تخطأ في كل يوم 50 مرة، طبيعي. في صداقاتنا نحن ندرك هذه المعادلة، أنا أصادق أشخاص مثلي تقريبا نفس المستوى، لا أتوقع أن يكون صديقي في القمة إذا لم أكن أنا في القمة. ولكن نصل إلى الزواج، لا أتوقع من البنت أن تكون مثالية. أنت مثالي؟ الفتيات توقعاتهن عالية، أنت أيضا توقعك عالي، تطلب شيئا أعلى من مستواك. مؤمنة عادية إجمالا، خلص. المشكلة الأولى في توقعاتنا. الله، أيام أمهاتنا النساء كنا بمستوى راقي، المرأة كانت تتحمل مسؤوليات البيت كلها، المرأة كانت توقعاتها قليلة، أمهاتنا. صحيح، كلامك صحيح، بالفعل بالفعل حصل تغير كبير، ولكن هذا التغير ما حصل في النساء فقط، في الرجال أيضا حصل. أيام آبائنا، آباؤنا كانوا مثابرين، آباؤنا كانوا يتعبون، المرأة تتكاسل، الشاب أيضا يتكاسل. شاب اليوم مثل شاب قبل 50 سنة؟ لا. أساسا الفساد عندما يستشري، عندما ينتشر في المجتمع، ينتشر للرجال والنساء، المجتمعات تنزل بدل أن تصعد، تنزل أخلاقيا كمستوى تدين أيضا. هذا في كل المجتمع. البنت لا تتوقع، البنت اليوم لا تتوقع منها ما كنت تتوقع من بنت قبل 50 سنة، كما أن الشاب اليوم لا يتوقع منه أن يكون مثل أبائنا. أولا
قلل مستوى توقعاتك طلباتك، سترى أن الفتيات الصالحات للزواج الهنيء بكثرة جدا. ثانيا، من الجيد بل من الضروري معرفة الفوارق بين كيان الرجل وكيان المرأة. إخواني، لو أن هذه النقطة تمكننا أن نحققها، أن نوجدها، لعله، لا أريد أن أجعل نسبة، لا شك أنه أكثر المشاكل العائلية، المشاكل الزوجية، أكثرها تحل بين صفوف المؤمنين على الأقل. أتكلم، لا أقول كثير منها، أكثرها معرفة كيان المرأة. المرأة يعني ماذا؟ معرفة تامة غير ممكن أصلا، معرفة بمقدار ما توصل إليه الناس، لا، جزء من تلك المعرفة. إخواني، الرجل كيان مختلف كليا عن كيان المرأة، الرجل قلبه مختلف عن قلب المرأة، فكره مختلف عن فكر المرأة، عقله مختلف عن عقل المرأة، نظام مختلف. لا تتوقع من زوجتك أن تكون رجلا، أن تفكر كما يفكر الرجال، خطأ هذا. الله عز وجل خلق طبيعتين مختلفتين، الفوارق بين الرجال والنساء في الجسم قليلة، الفوارق الكبيرة في النفس، ترتيب العقل والقلب مختلف بين الرجل والمرأة. الرجل ترتيب عقل ثم قلب، المرأة أول قلب ثم عقل. طبيعة المرأة مختلفة، تتوقع منها أن تفكر كما تفكر أنت؟ لا يمكن أصلا. هي تتوقع من زوجها أن يفكر كما تفكر هي؟ لا يمكن، نظام مختلف، الاختلافات كبيرة جدا جدا جدا، كلها لا نتمكن أن نعرفها. سبحان الله، الله عز وجل خلق أشياء مختلفة، ولكن جزء من هذه المعرفة يلزم أن تكون عندنا، مقدار ما ورد في الروايات الشريفة، روايات كثيرة يستفاد منها الفرق أو الفوارق بين الرجال والنساء. هذه الفوارق يلزم أن ندركها، أن نتعلم بعضها، بعض الأشياء علماء مسلمين غير مسلمين اكتشفوا فوارق، تحدث مشكلة، لماذا هي هكذا؟ طبيعتها هكذا. عندما نناقش، أنا أناقش في موضوع، هي تنتقل من موضوع إلى موضوع آخر، طبيعتها هكذا. الرجل يناقش في شيء، يركز على شيء، المرأة طبيعة فكرها ارتباط الأشياء المختلفة بعضها ببعض، هذه طبيعة تفكيرها، طريقة تفكيرها، لا تريد أن تؤذيك، هي هكذا، الله عز وجل خلقها هكذا. لا تتمكن أن تركز، أنت تركز في النقاش، هي لا تتمكن، لأنه في فكرها الأشياء مرتبطة، نظام مخ المرأة، النظام ارتباط أشياء مختلفة. أنت تستغرب، أنا أتكلم عن الموضوع الفلاني، هي تقول كذا، النظام الفكري عندها هكذا، لماذا أنت تصدم؟ بعض الأشياء مقدار من التثقيف في معرفة طبائع، الطبائع الكلية للقضايا الخاصة بهذه المرأة أو تلك المرأة، الطبائع الكلية، الفوارق الكلية بين الرجال والنساء يلزم أن نعرفها، بعض منها شيء من المطالعة، شيء من المراجعة إلى الروايات الشريفة، وقد كتبت ولله الحمد كتب كثيرة في هذا المجال اليوم، الكتب التي كتبت
من منطلق الروايات الشريفة، الكتب التي كتبت من منطلق آخر. هذا ثانيا، هذا طبعا مرتبط بالجانب العام بخلاف النقطة الثالثة التي هي مرتبطة بالجانب الخاص. الجانب العام أتمكن أن أعرف بعض الفوارق الكلية بين الرجال والنساء، نعم أتمكن، وهذا يحل كثيرا من المشاكل. تفسيرنا في القضايا لا، هي تعاند، لا تعاند، هي لا تفهم، صحيح لا تفهم، أنت أيضا لا تفهمها، أنت رجل، هي امرأة، نظام مختلف. هذا ثانيا. النقطة الثالثة، النقطة الثانية قلنا نتمكن أن نعرف، النقطة الثالثة لا نتمكن أن نعرف. بعض لا للأسف أقول كثير كثير من الشباب سبب تأخير الزواج، أريد أن أتعرف عليها، أريد أن أعرف كيف ستكون معي، أريد أن أكتشف طبيعتها الخاصة للطبائع العامة، كي لا أندم، كي لا أظلمها. كلام فاضي فارغ، أوهام يعيش فيها بعض الشباب، تخيلات تتمكن أن تعرف كيف ستكون في الحياة الزوجية، تتمكن أن تكتشف ما في داخلها. مستحيل مستحيل أنت تؤخر زواجك لشيء لن تحصل عليه، لا أقول لا تحصل، لن تحصل عليه. يقولون المرأة مثل مثل لبعض الرجال، المرأة مثل البطيخة، لا تعرف ما في داخلها قبل أن تفلقها. أنا أقول أكثر من ذلك، طبعا الرجل كذلك، أنا أقول أكثر من هذا، لست أنت لا تعرف ما في داخلها، هي لا تعرف ما في داخلها، هي نفسها، المرأة لا تعرف، هي تعرف كيف تكون في الجامعة، تعرف كيف تكون في الدوام، تعرف كيف تكون مع صديقاتها، تعرف كيف تكون مع زوجها، لا تعرف، هي لا تعرف، أنت تريد أن تعرف؟ كذلك العكس صحيح، تريد أن تعرف كيف يكون زوجها معها، هو الزوج لا يعرف كيف يكون، الزوج جرب وضعه في الدوام يعرف، جرب وضعه في الدراسة يعرف، ما جرب وضعه معك، معك أنت. حتى بالنسبة للرجل الذي تزوج من قبل، حتى بالنسبة للمرأة التي تزوجت من قبل، هي تزوجت من رجل، أنت رجل آخر، لكل رجل بصمة، لكل امرأة بصمة، لا تعرف، هي لا تعرف كيف ستكون في الحياة الزوجية معك، أنت تريد أن تعرف؟ مجرد أوهام، مجرد تخيلات. النبي صلى الله عليه وآله قال إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، بس خلاص. انظر أخلاقه الرجل حسنة، تدينه حسن، حسن يعني بمقدار معقول، لا تتوقع أن يكون الرجل عيسى بن مريم أو تكون المرأة مريم بنت عمران. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، إجمالا أخلاق زينة، إجمالا تدينه مقبول، فزوجوه خلاص، بس المرأة هكذا. أريد أن أكتشف، تكتشف ماذا؟ الشيء الذي هي لم تكتشفه في نفسها. النقطة الثانية، نتمكن أن نعرف كليات الفوارق بين الرجال والنساء، وهذه تحل كثيرا من المشاكل. النقطة الثالثة، مجرد أوهام، تصورات، أريد أن أعرفها، انتظر 10,000 سنة سوف لا تعرفها. النقطة الرابعة وأخيرا، الشكر أم السكر؟ نعم، الله سبحانه وتعالى
تأثيرها في الناس مختلفة، تأثيرها مختلف. النعم بالنسبة إلى الناس تجعلهم شاكرين، نفس النعم بالنسبة إلى أناس آخرين تجعلهم سكارى. تأثير النعم في الناس بين الشكر والسكر. من أسباب السكر عند النعم عدم معرفة زوال النعم، عدم معرفة أن الكفران يسرع زوال النعم، خلاف ذلك من أسباب الشكر. معرفة، معرفة إدراك، لا مجرد شيء قشري ظاهري، لا، معرفة إدراك أن النعم تزول، إدراك أن الكفران يسبب سرعة زوال النعم، هذا الإدراك يجعلك شاكرا. عدم هذا الإدراك يجعل الشخص والعياذ بالله سكرانا، سكر النعم العياذ بالله، كل النعم. بين الشكر والسكر النظر إلى ما ليس عندي بدل النظر إلى ما عندي، نظرة لأكثر الناس، لا، 99% من الناس وأكثر، ما ليس عندي أنظر إليه، لا أنظر إلى ما عندي. يقال أن شخصا، لعل القضية حقيقية، كان فقيرا مدقعا، ما كانت عنده راحلة، اضطر أن يذهب من بلدة إلى بلدة، مئات الكيلومترات طبعا، فاضطر أن يذهب ماشيا لا بأس. من شدة فقره كان عنده حذاء بالي جدا، في بداية الطريق الحذاء تلف، صار يمشي حافيا مئات الكيلومترات من بلد إلى بلد وهو متذمر من حالته، ولعله كان يبكي في الطريق على حالته، يضطر يمشي مئات الكيلومترات حافيا في تلك العصور السابقة والطرق الوعرة. وصل إلى تلك البلدة الثانية، عند بوابة تلك البلدة رأى رجلا جالسا على الأرض من دون رجلين، مقطوع القدمين أو الرجلين ليس القدمين فقط. قال الله الحمد لله أنا عندي رجل أتمكن أن أمشي. النعم التي عندنا، هناك كلمة جميلة يقولها البعض، كلمة حكمة، يقول نحن نشكو بدل أن نشكر. نشكو لماذا خلق الله عز وجل مع الورود أشواكا؟ والصحيح أن نشكر الله عز وجل أن خلق مع الأشواك ورودا. كلمة جدا جميلة، جدا جميلة. انظر من الزاوية الرحمانية، لا تنظر من الزاوية الشيطانية. النعم التي عندك كم هي؟ كم من الناس يتمنى حالتك؟ كم من الناس؟ عندك سيارة، كثير من الناس ما عندهم لا سيارة، ما عندهم أي شيء ينقلهم من مكان إلى مكان، على القدمين يمشون. كم من الناس هكذا؟ كم مليار من الناس هكذا؟
كم من الناس يتمنى أن ينام تحت سقف ما عنده السقف يظله، وأنت عندك دار، شقة، غرفة، أي شيء تقيك من الحر والبرد. كم من الناس يتمنى لو كان في مكانك عنده ظروف التعلم، ما عنده ظروف التعلم، أنت التعلم عندك سهل، ما أسهله اليوم. كم من الناس في زوايا المستشفيات يتمنون أن يكونوا مكاننا. كم من الناس تحت القبور، تحت التراب، يتمنون أن يرجعوا ساعة ليستزيدوا في هذه الدنيا، يستزيدوا بالأقوال، يذكر الله عز وجل، يذكر ذكر الصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم، بالأقوال، بالأعمال الصالحة، بالرقي في العقيدة، يتمكن الإنسان في الدنيا أن يصنع. أهم من كل ذلك، كم من الناس يفقدون ولاية أمير المؤمنين وأنت فائز متنعم بحبهم وولايتهم. اللهم صل على محمد. أنظر إلى الزاوية، الأشياء التي ليست عندي، أي كفران هذا؟ قبل أيام أحد المؤمنين قال لي، هناك مثل بلد من البلاد يقولون البلاء مثل العداد يصعد، قلت والنعم أسرع من العداد. لماذا دائما أنظر إلى البلاء؟ البلاء مثل العداد؟ نعم مثل العداد، سريع. النعم كم هي؟ فقط أنظر إلى البلاء. تسأله كيف حالك؟ يقول، يبدأ يشتكي، لا، إذا لا يريد أن يشتكي يقول الحمد لله. هي كلمة الحمد لله يقولها بطريقة خاطئة، قال الحمد لله منشرح الصدر، كم من النعم الله عز وجل أعطاكها. نأتي إلى موضوعنا، بعض الشباب، عفوا أقول هذه الكلمة، عندهم في هذه النعمة السكر بدل أن يكون عندهم شكر. ظروف الزواج مهيئة له، لا أريد الشيء الفلاني، أريد البنت الكذائية، أريد. فكر في الشباب الذين فرص الزواج بالنسبة إليهم شبه معدومة، كم هم؟ كم من الشباب لا يتمكنون أن يتزوجوا لأنه لا يتمكن أن يوفر لنفسه وزوجته غرفة صغيرة؟ كم من الناس، أنا أعرف، أنتم أيضا تعرفون. كم من الشباب ظروفهم العائلية لا تسمح لهم أن يتزوجوا من مؤمنة، أو المؤمنة تتزوج من مؤمن؟ أنا أعرف، بعضكم يعرف، لعله عنده أموال، عائلته لا يسمحون له أن يتزوج بمؤمنة، أي مؤمنة كانت، لا يتمكن. المؤمنة لا تتمكن لظروف عائلتها، للضغط الشديد من عائلتها، أن تتزوج بأي مؤمن، بأي درجة من درجات الأخلاق لا يهمها، تريد أن تتزوج بمؤمن ولا تتمكن. وهذا الشاب المؤمن يتدلع، لا أريد أن تكون زوجتي بدرجة أخلاقية كذائية، أريد أن تكون زوجتي جمال كذائي، أريد أن تكون زوجتي تعلمها كذائي. حصل، لا بأس، أنا لا أقول الإنسان لا يبحث عن شيء أفضل، ولكن يؤخر زواجه في هذه الأوهام. هذا ليس شكرا، عفوا أقول هذه الكلمة، هذا شكر؟ عندك ظروف الزواج، الله عز وجل أمرك، رسول الله أمر، أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين أمروا، عندك فرصة زواج، تزوج.
العائلة لا تمنعك ولله الحمد. بالنسبة للشباب الذين هم هكذا ظروف موجودة، أنا أتدلع، لا أريد شيء، بيت كذائي، هي البنت أريد أن تكون الحفلة كذائية، تؤخر زواجها سنة سنتين ثلاث سنوات على أن تكون الحفلة كذائية، هذا ليس شكرا؟ شكر، شكر النعم. عندها نعم لا تعرف قيمتها. خلاص إن شاء الله لا نكون نحن أيضا العتاب كله كان على الشباب. طبعا حديثنا هذا اليوم عن الشباب، خطاب للشباب ما كان عن ما يعبر عنهم بأولياء الأمور. أختم كلامي بعض الأحاديث السريعة القصيرة في كلماتها الواسعة المضمون. عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: خصلتان، في بعض المصادر نعمتان، كثير من الناس مفتون فيهما، يعني لعله يمتحن كثير من الناس، ولعل المقصود أنه الكثير يسقط في هذا الامتحان في هاتين النعمتين. خصلتان أو نعمتان كثير من الناس مفتون فيهما: الصحة والفراغ. الصحة أين تذهب؟ الله العالم. الفراغ في أين يصرف؟ ثمن الجنة، ثمن أعلى درجات الجنة، أين نصرف أوقاتنا؟ حديث شريف آخر عنه صلى الله عليه وآله: نعمتان مكفورتان، إما من الكفران مقابل الشكر، أو مكفورتان الكفر بمعنى الستر، مستورتان، لعل النتيجة نفس النتيجة تكون، لعله. نعمتان مكفورتان: الأمن والعافية. حديث شريف آخر في رسالة مولانا أمير المؤمنين إلى مولانا الإمام المجتبى صلوات الله عليهما، في بعض المصادر هذه الرسالة من المولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى ولده محمد بن الحنفية، رسالة طويلة، يعني كل ما يقول الإنسان في مدح هذه الرسالة قليل، شيء عظيم عظيم. في مقطع من هذه الرسالة الشريفة: لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها. البعض شرحوا هذا المقطع بأنه لا تحملها أمورا أعلى من طاقتها، أشد من طاقتها، من تحملها. هذا مرتبط في النقطة الثانية، معرفة كيان المرأة، الكيان الكلي طبعا. لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها، فإن إذا لم تملكها ما يجاوز نفسها، إذا صنعت الشيء الصحيح، فإن ذلك أنعم لحالها وأرخى لبالها وأدوم لجمالها، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة. جد عظيمة هذه الكلمة، هذه الكلمة هي وحدها تحل كثيرا من المشاكل بين الزوجين. الرواية الشريفة الأخيرة صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أوصاني جبرائيل بالمرأة. هذه الروايات لعلها تستغلها بعض النساء على أزواجهن، لا بأس، مع ذلك حتى لو استغلتها: أوصاني جبرائيل بالمرأة. المرأة تقول: جبرائيل ما أوصى بالرجل. لا بأس، مع ذلك اقبل، صحيح، إجمالا صحيح. كم أوصاني؟ أوصاني جبرائيل بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة. الفاحشة المبينة واضح،
تستحق الطلاق؟ نعم تستحق الطلاق. لا يمكن أن يعيش الزوج معها؟ نعم. في غير ذلك ينبغي أن لا تطلق. على الأقل النبي صلى الله عليه وآله يقول ظننت. بأي تفسير فسرنا هذه الكلمة؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هاي كلمة إليها فيها مضمون كبير جدا. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل أمر زواج الشباب والفتيات المؤمنين والمؤمنات. اللهم بمحمد وآل محمد، لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.